معنا قياداتنا، أساتذتنا، نوابنا، منتخبينا، نساءنا الحرائر، شبابنا وشاباتنا. طلبتنا كل كفاءاتنا الحاضرين معنا اللي راهم حضروا معنا هذا التجمع. أنا هذا التجمع مانيش راح نشرح لكم البرنامج، أنتم هنا باش تعاونوني في شرح البرنامج لسكان كل سكان قسنطينة وما جاورها. أنتم من أتوكل بعد الله عز وجل عليكم في نقل صور هذا البرنامج ومعانيه إلى سكان قسنطينة، في تقريب الفرصة إلى سكان قسنطينة. أحييكم جميعا تحية عطرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان كي يجي قسنطينة عنده شعور خاص. أنا شخصيا هذه المدينة أحبها منذ الصغر لسبب بسيط. قلت لإخواني أول مرة انتخبت على في قيادة حركة مجتمع السلم كان لي خروج هنا. أول مدينة زرتها بعد ما وليت رئيس حركة مجتمع السلم هي مدينة قسنطينة. وزيد نقول لكم علاش حبيت قسنطينة. والدي تلميذ جمعية العلماء كان يدرس هنا في قسنطينة قبل الثورة، ولما انطلقت الثورة توقف عن الدراسة والتحق بالثورة، وهو من كان يروي لنا مآثر قسنطينة، وهو من كان يروي لنا تاريخ قسنطينة، هو من كان يروي لنا رقي مدينة قسنطينة وما جاورها، هو من علمنا وألهمنا أن هذه المدينة العميقة بتاريخها، العميقة بحضارتها، العميقة بقيمها، العميقة بمثلها، هي من أنشأت وهي من ترعرع فيها ابن باديس الذي حفظ الجزائر بمنهجه، وترعرع فيها الكثير من العلماء الذين ساهموا في إرساء معالم النهضة في الجزائر، النهضة الفكرية والعلمية. لا شك أن مشروع الذي أحمله والذي أوسمته بشعار فرصة هو فرصة من أجل تثمين هذه المآثر، من أجل تثمين والارتقاء بهذا الفكر الذي حفظ البلاد وجعلها مصانة في قيمها، مصانة في ثوابتها. هذه المدينة مدينة زيغود يوسف، مدينة ديدوش مراد، مسعود بوجريو، وفضيلة سعدان، هي التي ألهمتنا مشروعنا الوطني الممتد إلى بيان أول نوفمبر. هي من علمنا الوفاء للشهداء والوفاء للمجاهدين والسير على نهج بيان أول نوفمبر. هذه قسنطينة إخواني، من لا يحب قسنطينة من الجزائريين والجزائريات؟ كل الجزائريين يدركون أن هذه المدينة مدينة لها حظ في نهضة الجزائر، ولها نهض حظ في رقي الجزائر، وهي عاصمة الشرق، وهي ليست مدينة للنهضة والعلوم ونتيجة للفكر فقط، بل هي مدينة جمعت في أحضانها كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والفلاحية، فهي مدينة الصناعة الميكانيكية التي تحتاج إلى ارتقاء، وبرنامجنا يقوم على التنوع الصناعي الذي يرتكز عليه توجهنا الاقتصادي، وهي مدينة الصناعة الصيدلانية بامتياز، وهذا ما يعطينا في برنامجنا بعد للاهتمام بالصحة وبتطوير إمكانياتنا الصحية، وهي مدينة فلاحية، وهي مدينة لها من التأثير على الإقليم ولديها من التأثير على الوطن ما يجعلنا أن نهتم بهذه المدينة، نهتم بتقسيمها الإداري الغير متوازن الآن. مدينة بهذه الكثافة من السكان وبهذه الإمكانيات ما زالت ربما تكتظ إداريا وتتزاحم إداريا. إخواني الأفاضل، هذه المدينة التي اخترناها أن تكون خاتمة دوريتنا نحو الشرق. لقد قمنا بدورية نحو الشرق وأنهينا هذه الدورية في قسنطينة.
احتراما وتمجيدا وتبجيلا لهذه المدينة الكريمة، هذه المدينة التي تساهم في كل المشاريع الخيرية وفي كل المشاريع السياسية بالأثر الكبير البالغ. إخواني الأفاضل، احنا جيناكم بهذه المناسبة تاع الانتخابات الرئاسية باش نقولوا لكم وباش لازم يعرفوا الجزائريين بلي هذه الانتخابات الرئاسية انتخابات حاسمة ودقيقة، انتخابات جاية في ظرف سياسي جد دقيق على المستوى العالمي. راكم جميعا تتبعوا واش راه يصرى في فلسطين، واش راه يصرى في غزة، واش راه يصرى في لبنان، واش راه يصرى في إيران، واش راه يصرى في السودان، واش راه يصرى في مالي، واش راه يصرى في ليبيا، واش راه يصرى في الصحراء الغربية، واش راه يصرى في العمق الإفريقي وفي الساحل. كل هذه الأحداث يا إخواني تجعل من هذه الانتخابات انتخابات حاسمة ودقيقة. واش دخل هذه الانتخابات في أننا تكون حاسمة ودقيقة؟ لأننا نحتاج إلى رئيس شرعي، شرعية الشعب، شرعية الشعب وليس شرعية الانتخابات الإدارية. لازم يكون رئيس منتخب من طرف الشعب وما يكونش منتخب من طرف فئة قليلة من الشعب. لازمنا نواجه دعاة المقاطعة، سواء الذين تخندقوا في الصف اللي راهم يدعوا الناس ما يروحوش للانتخابات باش يضعفوا البلاد وباش يضعفوا التوجهات الكبرى في البلاد، والله الناس اللي راهم يشوهوا في العملية الانتخابية بسلوكاتهم الاستفزازية الوقحة التي لا ترقى إلى الأخلاق السياسية، أخلاق التنافس السياسي. ولذلك إخواني الأفاضل، إحنا دورنا ترشحنا وباش نأكدوا على أننا نعزز الديمقراطية، لازم نحافظوا على المكسب الديمقراطي، لازم تكون هناك تعددية. لو كان جينا في انتخابات محسومة، لو كان خيرنا الخيار تاع بكري قبل التعددية، نروحوا نرشحوا واحد فريد ونديروا له نعملة ونخرجوها 99.99 والمشاركة 99.99. لا، نحن ناضلنا من أجل الديمقراطية وناضلنا من أجل التعددية وسنبقى نناضل من أجل التعددية والديمقراطية والحرية. ولا يمكن أن نترك الوطن للوحدية، ولا يمكن أن نترك الوطن للتحكم. سنبقى نناضل من أجل أن تبقى البلد بلد ديمقراطي حقيقي، ديمقراطية نفتخر بها كل الجزائريين أمام كل الدول. هذه الديمقراطية تزعج خصومنا في كل مكان، تزعج الدول المستبدة، تزعج الدول التي تحكم قبضتها على شعوبها. نحن في دولة ديمقراطية، وكان ذلك في بيان أول نوفمبر، وينبغي أن نحافظ على هذا البعد الديمقراطي. ولذلك ترشحنا هو من أجل تكريس هذه الديمقراطية والمنافسة على أكبر منصب ألا وهو منصب رئيس الجمهورية. نحن ننافس على هذا المنصب لنجعل من هذه الانتخابات إن شاء الله طريقا إلى تثبيت وحدة الوطن، إلى تثبيت سيادة الوطن، إلى تثبيت استقرار الوطن، إلى تثبيت خدمة التنمية في هذا الوطن. نحن أيها الأفاضل نحمل مشروع سميناه فرصة. علاش فرصة؟ فرصة لأننا نريد أن ننهي مسلسل إخفاق الفرص السابقة، ونريد أن ننطلق في مسلسل جديد عنوانه استغلال الفرص التي لا تتاح كثيرا في عالم متقلب لا يقبل الخطأ ولا يقبل الإخفاق ولا يقبل التردد ولا يقبل التراجع. إذا ما أخفقنا أو تراجعنا سنسلم وطننا إلى هؤلاء الخصوم المتحالفين على الأمة، وما يجري في فلسطين هو شاهد على ذلك ودليل على ذلك إخواني أخواتي. ولذلك إخواني احنا هنا من أجل باش نشاركوا بهذه الانتخابات وباش ننجحوا باش نجعلوا هذا البرنامج فرصة للشباب، فرصة للمرأة، فرصة للفلاحين، فرصة للصناعيين، فرصة للبطالين، فرصة للمتقاعدين، فرصة لكل فئات المجتمع، فرصة لذوي الهمم، فرصة لأصحاب النوابغ الذين تعز وتفتخر بهم الجزائر. إخواني الأفاضل، برنامجنا يرتكز ومحوره هو الإنسان. صحيح بلادنا بنات المدارس وبنات الجامعات وبنات المستشفيات وبنات الطرقات
وبنات الكثير من الهياكل القاعدية اللي ربما في بلادنا أحسن كثير من غيرنا. ولكن يا إخواني، الشيء اللي أخفقنا فيه في الجزائر هو بناء الإنسان. إحنا لم نتمكن من بناء الإنسان الصالح اللي يخدم وطنه، لأن الخيارات اللي اخترناها خيار الاشتراكية في السنوات الأولى للاستقلال، ثم خيار اقتصاد السوق، هذه الخيارات ما عندهاش علاقة بمقوماتنا، ما عندهاش علاقة بخصائص مجتمعنا، ما عندهاش علاقة بثوابتنا وتوجهاتنا. هذه الخيارات حاول تبني فينا شخصية اتكالية، ولكن احنا برنامجنا يا إخواني برنامج يرتكز على الإنسان وعلى الاستثمار الأول في الإنسان، في الفرد، في الطالب، في الشاب، في المرأة، في الفلاح، في العامل. جعل هذا الإنسان إيجابي، جعل هذا الإنسان صالح، وجعل هذا الإنسان مؤمن بوطنه، وجعل هذا الإنسان يثق في أن وطنه ينبغي أن يكون صاعدا بإذن الله. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، الحاضرين معنا من كافة الأطياف ومن كافة التوجهات، إخواني، الاستثمار في الإنسان يبدأ بالإصلاح الحقيقي للتعليم. التعليم هو محور إصلاح الأمم، الأمم اللي راهي متحضرة، والأمم اللي راهي متطورة، والأمم اللي راهي بلغت مستويات كبيرة من الإيجابية، ومستويات كبيرة من الفعالية، مستويات كبيرة من توفير الأمن البشري والإنساني، هي الأمم اللي اهتمت بالتعليم. ولذلك احنا برنامجنا إخواني أخواتي برنامج فرصة، يعطي الأولوية الأولى والقصوى لإصلاح التعليم بكل مراحله ومستوياته، بدءا بالتعليم الابتدائي، بدءا بالتعليم في الحضانة، بدءا بالتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. لماذا؟ لأننا ندرك أن هذا الإصلاح هو الإصلاح الحقيقي. لماذا؟ لأننا ندرك أن الأسرة الجزائرية أسرة احسم فيها التوجه تاع الجزائريين كلهم نحو توجه الوسطية والاعتدال. ما عندنا الشراع تاع مجتمع حول الأفكار والتوجهات. الحمد لله الشعب الجزائري كله شعب مسلم، الشعب الجزائري كله يؤمن بالوسطية والاعتدال، الشعب الجزائري كله يحترم دينه ويقدس دينه ويمتثل لدينه. ولذلك دورنا في جيل بعد الأسرة والمسجد هو دور المدرسة، المدرسة التي ينبغي أن نهتم بإصلاحها. احنا للأسف إخواني أخواتي المناهج التربوية كم من مرة عدلناها في البلاد، كم من مرة حاولنا نديروا إصلاحات تربوية، ولحد الآن وزارة التربية راهي تدير في برامج الإصلاح والتقويم والتصحيح. لماذا؟ لأنها هذه البرامج لم تقم على أساس سليم. في فترة من الفترات قبل 2019 كان هناك مشروع كبير لتدمير المدرسة الجزائرية، وتدمير المدرسة الجزائرية يا إخواني